السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم إخواني الكرام إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة إخواني كثير من الشباب يسألون عن طريقة العزل اللي أنا بعزل فيها وهل هي طريقة مجدية أم لا طبعا إخوان أنا هاي الطريقة بعزل فيها من سنوات طويلة والحمد لله رب العالمين وما عندي أي مشاكل فيها وحتى المحركات اللي بتجيني بعد فتره بكون انا لفيتها مثلا واحترقت بعد فتره بيجيني العازل تقريبا كما هو يعني ما في تفتت ما في تمزق ما في شيء ممكن يكون جيني لونه اسود جيني كذا لكن ما بكون منهار بشكل كامل والحمد لله رب العالمين طبعا في احد الشباب فحصه انا ما فحصته بصراحه لكن في احد الشباب فحصه على المقر وقال لي انه عازليته ممتازه جدا وعلى العموم انت بتقدر تجرب اه تعزل فيه وهو عباره عن اللاصق الورقي على ما اعتقد الكل بيعرفه من نوع جيد هذا ما بدنا نعمل اعلان او دعايه للنوع اه هذا نوع جيد هو نوع اماراتي اه عزله ممتاز وكويس وانا بعزل فيه يعني محركات لغايه 25 حصان 20 25 حصان بهذا الحدود هو له ميزه انه يعني بس تحط اللاصق يعني بيمسك بالورقه بالسلك وبيلتصق فيه هذا هذا الشيء بيعمل انه لما تيجي انت تربط وتسحب الخيط ويمر الخيط على اللاصق هذا ما بسحب اللاصق معاه لفوق يعني زي مثلا الورقه لما تحط ورقه انت وتحط خيط وتسحب وتشد الخيط بتلاقيه رفع الورقة معك أو كذا لا هذا ممكن أنه الخيط يمزق يعني يثقبها ويشقها ما بخليها ترفع بخليها ثابتة مكانها لأنه ملتصق بالسلك بشكل جيد طبعا طريقة سهلة يعني أنا بعزل بحط طبقة أو طبقتين أو مرات ثلاث على حسب القدرة الموجودة للمحرك والحمد لله زي ما حكيت ما عندي مشاكل الآن بس أورجيكم أنا كيف يعني بعزل فيه طبعا طريقة أنا بعزل فيه بقطع صغيرة يعني بهذا الشكل يعني بقطع قطعة صغيرة زي هيك وبلصقها بهذا الشكل علي السلك وبنزلها من تحت بهذا الشكل بحيث انها تلتصق بالسلك بشكل كامل بحط طبقة او طبقتين او ثلاث علي حسب العزل اللي انا بدي اياه او انا محتاجه او علي حسب قدرة المحرك وقطر السلك طبعا انا ورجيتكم اياه طبعا مش بالتفصيل في, في احدى السلسلات مش عارف مش بتذكر اي سلسله فيهم لكن حبيت انه لانه سالت اكثر من مره عليه فحبيت اني انا اصور لكم اياه بفيديو منفصل على اساس انه يكون واضح بهذا الشكل قطع انا بحط قطع صغيره على اساس انه كل قطعه تاخذ مكان وبحط اكثر من طبقه زي ما حكيت طبقتين او ثلاث على حسب قدره المحرك بهذا الشكل زي ما انتم شايفين طبعا اللي بيسال انه الورنيش لما انت تدهن ورنيش ما ما بيعزل الورنيش عن السلك طبعا ممكن انه يعزل في هاي المنطقه اللي بتكون بين الملفات ممكن انه ما يوصل الورنيش بسبب هذا اللاصق طبعا اصلا هو يعني لما انت تستخدم الورقه الورنيش ما 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 بعزل اصلا يكون ورق بلاستيك الورنيش ما بوصل نفس الشيء يعني نفس المبدا لكن الورنيش بوصل للاجزاء الاسلاك اللي الظاهره والمبينه طبعا انت لما تيجي تربط ممكن انه ترفع اللاصق الزائد وتقصه بالمقص على اساس انك تظهر السلك تشوف انت وين منطقة فيها لاصق زيادة ممكن انك تسحبه وتقصه بالمقص على اساس انه الورنيش يوصل وطبعا مع التربيط يا اخوان ومع الورنيش بجمد والسلك وبثبت وما بصير اي مشاكل هاي هي الطريقة حبيت اني اورجيكم اياها ان شاء الله انكم تستفيدوها بتقدروا تجربوها وتشوفوا والمحرك بعد ما يحترق بعد فتره يعني ان شاء الله انه ما يحترق لكن اذا احترق بعد فتره راح تلاحظ انه اللاصق زي ما هو وانا ببقى اورجيكم انا الان ما عنديش محرك يعني قديم ببقى اورجيكم اذا جاني محرك كيف شكل العازل بكون بعد ما يحترق المحرك هاي إن شاء الله ما بدنا نتأخر أكثر من هيك و... ولا تنسوا زي ما وصيكم دائما وصي نفسي صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته